بعد قرار توقيف بطولة لبنان لكرة السلة، قرر عشاء اللعبة التحرك وعدم السكوت عن يلي اعتبروه ظلم بحق اللعبة الشعبية الأولى، والتجمع أمام مقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة. ومن صفحة لبنانيز باسكتبول عبر الفيسبوك تم إطلاق النداء تحت شعار كرة السلة ليس لها لا دين ولا سياسة، وبدنا باسكت وبس. جينا كلنا نجتمع بس كرمال الباسكتبول اللبناني. ما بدي حط الاتهام على طرف معين، بس القيمين على اللعبة هن اللي وصلوا الامور لهون. بدنا نحضر باسكت، هي يمكن اول شغله كل الجمهور اجتمع عليها، وبدنا اول شيء المنتخب اللي خسر فرنسا بال 2006. الاردن كان عنده مشكله اكبر من هي وتوقف الاتحاد، بس المنتخب كان شغال، لا منتخب محضر، لا لعيبه مجنس. يبعدوا السياسه، هيدي اللعبه الوحيده مثل ما قلنا بعدها عم بتجيب انجازات للبنان، فحرام اللي عم نعمله فيها. نحن اليوم عنا استحقاقات كثير مهمه لمنتخبات لبنان. وتاجل من جديد صدور قرار القاضي ليوم غد، فهل سيكون قرار استئناف البطوله قريب ام سيتم ادخال البطوله في نفق مظلم؟